لما بنيجي نتكلم عن براءة الاختراع ديت، يبقى احنا ناقص الخطوة اللي بعديها، انا كده ضمنت اللي هو حقوق الملكية الفكرية دي اللي هو لهذا الامر، لانه تمام. يبدو ان له مؤشرات تجارية ايجابية. طب وصلنا للنقطة ديت، هنعمل ايه بعد كده؟ احنا بنشوف بعد كده اول حاجة، معظم البراءات اللي عملناها كانت بالتعاون مع مراكز دولية. ليه؟ لان حضرتك دي عملية مش سهل. سهلة ولا قليلة التكاليف، بالعكس دي عالية التكاليف جدا. الحمد لله احنا بنقدر في الجامعة ان احنا تمولها، لكن اللي هو في عندنا برضو عشان ناخد زي سكند اوبينيون، بنقول والله ايه، معظم الست براءات اختراع دول قد يكون معظمهم بالتعاون مع هيئات اخرى او مراكز بحثيه اخرى دوليه، بحيث والله بتبقى التكلفه مناصفه والربحيه مناصفه. فدي طبعا بتدي ثقه اكتر، لان في رايين قالوا ان هذا الامر له قيمه تجاريه محتمله. الحاجه الثانيه، انت قللت التكلفه عليك، وفي نفس الوقت انت بتقدري تعرضي في الحال دي اللي هو براءه الاختراع بتاعتك الى اكتر من سبونسر، سواء كان محلي او دولي، بحيث ان هو يقدر يوصله لك للسوق بعد كده. ما فيش للاسف طبعا بصفه عامه في الدنيا كلها، على فكره عشان حضرتك تبقى عارفه، ما فيش حاجه اسمها ان الجامعه توصل بالبراءه بتاع او بالاكتشاف بتاعها الى ان هو ده نزل السوق. حضرتك ما فيش حد اسمها نزل ده بسوق بتاع فلان، لا، هو بتاع شركه. لان حضرتك النهارده لما اقول لك ان انا هتكلف في الكلينيكال ترايل بتاع اي دواء هتكلف حوالي 300 مليون دولار. رشا حنفي. ميرسي يا كريم، ربنا يخليك. ثانكس ا لوت يا كريم. يعني ايه بقى كارديك بايو ماركرز؟ دي علامات بيولوجيه بتظهر جوه الدم وقت حدوث الازمه القلبيه. اهمهم واشهرهم ماده اسمها تروبونين. مشكلتها الكبيره انها بتظهر في الدم بعد حوالي 6 ساعات من بداية ظهور أعراض الأزمة، في حين أنه الطبيعي أن مريض الانسداد الكلي يدخل أوضة العمليات بعد 90 دقيقة بس من بداية ظهور أعراض الأزمة دي عشان يستنى في السيف زون. لكن لما بيستنى 6 ساعات بيحصل زي ما قلنا قبل كده، إما تلف دائم في عضلة القلب أو وفاة. وده كان السبب الرئيسي الحقيقة اللي شجعنا إن إحنا نعمل دراسة كان الهدف منها البحث عن كاردياك بايو ماركرز جديده بتظهر جوه دم العيان بدري عن التروبونين. مجموعتنا البحثيه كانت بتتكون من 4 اشخاص في 3 تخصصات مختلفه، العقاقير، الكيمياء الحيويه، والكيمياء الصيدليه التحليليه. في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها وفي ظل جائحه كوفيد 19 كلنا عارفين يعني ايه بي سي ار تيست. PCR test هو التحليل اللي احنا بنعمله to detect an active COVID-19 infection. بس السؤال اللي احنا اكيد بنسأله لنفسنا هي ليه PCR test مكلفة وليه النتيجة بتاخد وقت عشان تطلع؟ عشان نجاوب السؤال ده محتاجين نعرف ان كل المواد اللي بتستخدم في PCR test مستوردة، مش بتصنع محليا. مش بس كده، العينات مش بتتحلل في مكان سحب العينة، العينات بتتنقل لمعامل مركزية وباستخدام أجهزة مكلفة كبيرة في الحجم، العينات بتتحلل والنتيجة بتوصل للمريض. بس إحنا نقدر نخلي تحاليل الكورونا أرخص ونقدر نخليها أسرع. أطلقت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار مبادرة بتدعم فيها الأبحاث في مجال كوفيد 19، ومن خلال an emergency COVID 19 call قدرنا إن إحنا نكون فريق من الباحثين والأطباء والمهندسين، وقدمنا مشروع الهدف منه إن يخلي تحاليل الكورونا أرخص وأسرع. أهلاً وسهلاً بحضرتكم مرة أخرى. زي ما قلنا لكم، الدكتور أشرف عبادي رئيس قسم الكيمياء الصيدلية وفي كلية صيدلة جامعة أو الجامعة الألمانية. دكتور أشرف، صباحك ومساءك زي الفل. مساء الخير، أهلاً وسهلاً بحضرتك. نورت البرنامج. أهلاً وسهلاً بحضرتك. أهلاً بيك وبالسادة المشاهدين طبعاً. اهلا وسهلا. نبدا بقى بالعلاجات الجديده والكلام اللي الناس برضو عايزه تعرف كل المعلومات الممكنه والمتاحه والدقيقه، وان كان احنا مش واضح ان مفيش معلومات دقيقه قوي، لكن المعلومات الموجوده المتوفره حاليا. ديكسا ميثا رو ميثا زون. ايوه اسمه كده صح؟ قريته صح؟ ديكسا ميثا زون صح طبعا. ايه بقى ده؟ بص حضرتك، الديكسا ميثا زون دوت علاج اساسا موجود من زمان، هو عباره عن مشتق من الكورتيزون. ودوت من الكورتيزون؟ من الكورتيزون. هو كورتيزون قوي على فكره، مشتق كورتيزوني قوي جدا.
واساسا دلوقتي بيستخدموه في الكوفيد 19 ده لعلاج اللي هو اثبات التنفس اللي هي بتكون المراحل المتاخره من المرض. فهو اساسا بيستخدم لاثبات الجهاز المناعي لتقليل التفاعل ما بين الفيروس والجهاز المناعي، لان التفاعل دوت بيؤدي الى يعني ان التنفس ما بيبقاش كويس، بيبقى صعب، ولقد لا ممكن تحصل وفاه غالبا من هذا السبب يعني. فده بالنسبه للدكساميثازون. من خلال بحث علمي توصل فريق بحثي بكليات الصيدله بالجامعات الالمانيه لاكتشاف علمي يرصد فوائد احد الغازات في الكشف المبكر عن الازمات القلبيه. مريض القلب عاده بيتشخص انه عنده ازمه قلبيه بعد مرور 6 ساعات من بدايه الضرر اللي بيحصل في القلب، فده طبعا وقت بيكون طويل جدا. بعد 6 ساعات بيكون المريض ده خلاص دخل في حاله صعبه قوي شفائها وارجاعها لحالته الاصليه الطبيعيه. فاحنا كنا بنحاول ندور على مواد تكون بتظهر في الدم في اول ساعه او ساعتين تقول لنا ان المريض ده داخل على ازمه قلبيه. هي فكرنا ان احنا ناخد عينات من مرضى القلب في وقت مبكر جدا في خلال ساعه او ساعتين بالكثير من حدوث الالم في الازمه القلبيه. تتجه المجهودات البحثية الآن إلى تعديل وتطوير النظم العلاجية وجرعات الدواء المستخدمة في علاج سرطان الأطفال للإسهام في رفع معدلات الشفاء سنوياً. ومن ضمن هذه المجهودات بحث أجرته سحر أحمد خريجة كلية الصيدلة بالجامعة الألمانية للتأكد من مدى فعالية البروتوكول العلاجي المستخدم في علاج سرطان الدم الليمفاوي الحاد. المرض ده ليه بروتوكول علاجي بيستمر لمدة 3 سنين، بيتكون من أنتي كانسر دروجز مختلفة، ده أدوية مضادة للسرطان بتقتل الخلايا السرطانية داخل دم المريض. احنا اشتغلنا على دواء أسباراجينيز، كنا عايزين نعرف مدى فعالية الدواء ده على المرضى المصريين، لأن الدواء ده لازم يكون عملية تصنيعه من داخل بكتيريا. ف أجسام بعض المرضى بتستقبل الدواء ده على إنه جسم غريب، فيبتدي يصنع أجسام مضادة ضد الدواء ويتم تكسير الدواء، فالنتيجة النهائية إن المريض مش بيستفيد بالشكل الكافي وبالقدر العلاجي المطلوب من الدواء اللي هو بياخده. مع ضيفي الكريم دكتور أشرف عبادي رئيس قسم الكيمياء الصيدلية. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا فندم. أول سؤال يا دكتور سألته لك، الأعداد دي كتير ولا قليلة؟ لأن طبعا حضرتك لك باع في هذه المهنة، فحب أعرف فعلا السؤال اللي أنا سألته كمواطنة عادية، الأعداد دي يا دكتور إحنا في خطر ولا بالنسبة لك أنت طبعا كدكتور حاسبها بحسبة تانية خالص؟ أولا شكرا لحضرتك، وإن شاء الله يكون حلقة مفيدة للسادة المشاهدين. هو الحقيقة أنا أحب في الأول أقول يعني رسالة طمأنة للناس اللي بيسمعونا. أول حاجة 10,000 حالة ما هواش المقياس الحقيقي للي هو خطورة الموقف في مصر. إحنا عادة بنقول 10,000 حالة، يعني بنحسبه مش ب10,000، بنقول كام حالة لكل مليون مواطن. فهو إذا كان عدد الحالات لكل مليون مواطن يطلع في حدود 100 تقريبا، فده على فكرة عدد مش كتير. وفقا لمنظمة الصحة العالمية فهناك حوالي 4 إلى 5 ملايين شخص يصاب بالزهايمر في العالم كل سنة. وفي ظل الجهود البحثية للحد من مضاعفات المرض وإيجاد حلول علاجية له، قام فريق بحثي بالجامعات الألمانية باختبار تأثير بعض المركبات الغذائية المستخلصة من النباتات على ذاكرة فئران التجارب. في أبحاث مؤخراً بتقول إن الميتوكوندريا اللي هو جزء من الخلية المسؤولة عن الطاقة، عدده والوظائف بتاعته بتقل في مخ مريض الألزهايمر مقارنة بمخ بني آدم ما عندهوش المرض. إحنا من هنا فريق البحث بتاعنا اهتم بالمنطقة دي واستخدمنا مستخلصات نباتية مستخلصة من نبات عرق السوس، من نبات الرمان، من الكيوي، مركبات معينة من النباتات دي، وجربناها في فئران وشفنا ان النباتات دي بتزود الذاكره بتاعت الفئران بتاعتها.